بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لنا اليوم من الوضعيات الإضافية للرأس هي سيلي تورسيكال. سيلي تورسيكال البوزيشن مالتها the head، هنا منها برون after، بعدين ايش راح يسوي لنا؟ بعدين راح يسوي لنا روتيشن، يفر لنا الرأس ترو لاترال بالنسبة للرايت أو بالنسبة للليفت، سايد بين اكزامينيشن. بعدين البيس لاين، البيس لاين ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون بارل اون ذا تيبل، ونستعمل البيكي. السنتر مالتنا 1 انج اباف ذا ميد بوينت اون ذا بيس لاين، 1 انج فوق الوسط مالت البيس لاين. التيوب مالتي راح يكون بيربنديكولر on the 1 inch above the midpoint on the baseline. Don't moving during exposure. هسه من تجينا كلمة سيلي تورسيكا، شلون اقدر اعرف الصورة مالتي كل الزينة؟ Both angle of the mandible overlapping، اذا الزاويتين مالت الفك تكون واحدة فوق الثانية. Show pituitary gland، اذا راح نشوف البيتيتري جلاند لان هي نفسها السيلي تورسيكا. السيلي تورسيكا هي العظمايه مالت البيتيتري جلاند، فاذا طلبنا البيتيتري جلاند او طلبنا السيلي تورسيكا نفسها. هسه راح نصعد، راح نطلب الاكس راي مالتها، فراح يقول له اول شيء اكس راي سيلي تورسيكا بوزيشن، راح نجيب سيلي تورسيكا. اثنين، اذا طلب من عندي اكس راي بيتيتري جلاند راح اجيبها همين. ثلاثه، ممكن يطلب من عندي الكريتيريا راح اجاوبها همين. اربعه، ممكن يطلب عندي اريد اكس راي سيلي تورسيكا بوزيشن، شي يريد اونلي سنتر، اونلي سنتر راح اقول له 1 انج اباف ذا ميد بوينت اوف ذا بيس لاين. زين، ثلاثة، ممكن يطلب من عندي هنا أنا إكس راي سيلي تورسيكا، يطلب من عندي التيوب، أقول له التيوب مالتي بيربنديكولر on the 1 inch above the midpoint on the baseline. السبب على هذه الوضعية مالتنا هي true lateral، baseline يكون parallel، baseline يكون parallel، نستعمل بيها البيكي أو chest stand كيفنا. السنتر مالتي 1 inch above a midpoint mid baseline، بنص هالبيسلاين راح صعد لنا 1 inch. التيوب مالتي راح يكون اذا كان واقف راح يصير horizontally perpendicular on the center، او اذا كان نايم perpendicular on the center. الاشعة مالتي راح تظهر لنا هذه مثل الطاسة موجودة. الطاسة هي هذه السيلي تورسيكا. وشكرا.